مدينة الرستان سوى الحال الإنساني في هذه المدينة. مرحبا يا خالتي. أهلين يا خالتي. خالتي احكي لنا عن الحال اللي عشتيها مدينة الرستان. لا في خبز ولا في ماي ولا في غاز و... والله يفرج علينا. طيب خالتي هلا شو محضرة شتوي؟ جاي شتوي علينا هلا. عم نتغطى بالإحرامات، شو بدنا نسوي؟ يعني ما محضرة شيء شتوي لا حطب لا مازوت؟ لا حطب ولا مازوت والله يساعد العالم، جوزي صار له سنتين ما بعرف وينه. طيب خالتي هلا على التلفزيون عم يقولوا عن مؤتمر جنيف، مؤتمر جنيف، طيب ايه؟ أنت شو رأيك بهذا المؤتمر بده يصير؟ والله يا خيي ما بنعرف فيها. يعني إن شاء الله الله بيفرج على هالمساجين ويطلع جوزي وكل العالم، وشو بدي يعني شو بدي أقول لك ما بعرف. ما مشكلة، يعطيك العافية يا خالتي.